بسم الله الرحمن الرحيم، مستكملين إن شاء الله في الـ Artificial Intelligence Course، يعني ركن أساسي في الـ AI بشكل عام والـ Machine Learning بشكل خاص، اللي هي الـ Neural Networks. يعني بصراحة Neural Networks هذه عبارة عن، يعني ممكن نسميها علم لحاله، بمعنى إنه ممكن تدرس كمنهج خاص، وكل يوم في تطور جديد في الـ Neural Networks بشكل عام. ما هي Neural Networks وليش هيك سميت؟ طبعا من اسمها Networks، إذا بنحكي عن شبكات، شبكات عصبية. ليش سميت شبكات عصبية؟ المغزى من تسميتها بهذا الاسم تشبيه بالشبكة العصبية الموجودة في جسم الإنسان، بمعنى حاولوا أنهم يستفيدوا من الخلايا العصبية والزوائد، حتى الزوائد هذه حاولوا انهم يقلدوها نوعا ما، لانه هذه الزوائد احنا عارفين في خلايا العصبيه اللي موجوده في جسم الانسان وظيفتها مستقبلات، يعني تستقبل المتغيرات الموجوده في الوسط الخارجي او حتى في جسم الانسان من الداخل، ومن ثم بناء على هذه المدخلات اللي هي استقبلتها حتعطي اوامر معينه عن طريق الخلايا العصبيه الى الجهاز العصبي، ومن ثم إلى العضو المناسب إنه يعمل أكشن. فهي هيك على بعضها، وكأنها اللي هو الانتليجنت ايجنت اللي درسناه في أول المساق. يعني سبحان الله، طبعا الخلايا العصبية أو الجهاز العصبي معقد جدا، لدرجة إنهم حاولوا إنهم يعني يحاكوا هذا النظام العصبي بالشبكات العصبية. هذا هيك يعني تفصيل بسيط على الشبكات العصبية. بيكون في عندي نيورون سيل بنسميها نيورال، جاية من نيورون، كل خلية عصبية بنسميها نيورال سيل. تمام. الآن كل واحدة زي ما حكينا، كل خلية عصبية بتستقبل إشارات من خلال التشعبات الزوائد هذه الموجودة. بعد هيك بتبدأ تعمل حسابات، يعني في calculations كمان، يعني حسب function معينة، حسب أكيد بيكون في عندي دالة موجودة في جسم الإنسان. طبعا لكل خلية إلها دالة معينة، مش بس هيك، حتى يعني سن الإنسان سن معين، كل سن معين في إله دوال خاصة، فبالتالي حسب المتغيرات زي ما حكينا اللي استقبلتها بتعمل عمليات calculations باستخدام الفانكشنز الموجودة عندها، ومنها بتعطيني اللي هو إيش، أكشن محدد. هذا الكلام طبعا في علم البيولوجي أو في علم الأحياء، علم معقد جدا، يعني من أعقد الخلايا هي الخلايا العصبية. لحد الآن في أمور كثيرة غامضة بالنسبة للإنسان طبعا، عن طريقة عملها وحتى طريقة اللي هي محاكاتها. يعني مثلا الروبوتس يعني قدروا يعملوا الأكشنز، قدروا يعملوا الأعضاء، ولكن اللي هي الاستجابة من خلال الخلايا العصبية هذه لحد الآن ما قدروا طبعا انهم يحاكوها بشكل، يعني حتى 50% ما قدروا يوصلوا لهذه النسبة. تمام. في هيك معطينا مثال سريع اللي هو عين الانسان، طبعا بيكون فيها مستقبلات، وبناء على المستقبلات هذه بتعطيني برضو اوامر للخلايا العصبية الموجودة في محيط العين، ومنها بتعمل اكشن معين، يعني اي حاجة بتمر امام العين مباشرة العين بتغمض بشكل تلقائي. هذا الكلام كله احنا ما بنتحكم فيه، هذا الكلام كله بشكل تلقائي بيصير عن طريق اوامر بتنعطى للجهاز العصبي. اي تي اند بيولوجي بيحاول يعني يحكي لنا هنا انه ايش المحاولات اللي تمت لمحاكاة الجهاز العصبي، او اللي هي في علم الاحياء اللي هي الخلايا العصبية. فاول جملة حكيها we shouldn't try to copy biology، يعني احنا لا يمكن انه احنا اصلا حتى نحاول انه احنا نعمل نسخة من البيولوجي او من الاحياء، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال نوصل لتطبيق كامل للجهاز الحيوي، سواء كان العصبي او العضلي او اي جهاز موجود في جسم الانسان. لكن يعني هو بيحاول يعمل محاكاة بسيطة لشكل الخلايا العصبية والزوائد زي ما حكينا الموجودة فيها، او التشعبات بنسميها، اللي بتعمل شوية computations او حسابات. احنا بدنا نحاول نحاكيها بشكل يعني لو جزئي، بحيث انه نستفيد منها في اللي هو الاي اي او الذكاء الصناعي.
طبعا اول حاجه احنا we don't understand how the brain functions، يعني لا يمكن ان احنا نفهم اصلا كيف العقل البشري بيشتغل بشكل كامل، اكيد لحد الان ما فيش علم واضح بوضح كل الامور هذه، ولكن على اي حال we can use the principles، يعني على الاقل ممكن نستخدم المبادئ الموجوده في علم الاحياء كبديل عن اللي هي التطبيق الفعلي للجهاز الحيوي، يعني بيحاولوا بشكل علمي بس ياخدوا ايش الامور الواضحة بالنسبة لهم. فحاولوا انهم يعملوا هاي كأنها وكأنها خلية عصبية بنسميها نيورون، هذه عبارة عن المكون الاساسي في اي نيورال نتورك في اي شبكة عصبية، اللي هو عبارة عن نقطة زي ما انتم شايفين نود تاخد متغيرات، بتاخد اللي هي inputs وبتعطيني outputs. طيب كيف حتحسب الoutputs هذه؟ عن طريق function، تمام؟ طبعا تستخدم عملية السميشن اللي هي عملية الجمع، جمع لإيش؟ جمع للinputs هذه مضروبة في الweights اللي على الأسهم هذه بنسميها weights أو أوزان، بحاول في الشبكة العصبية هذه يعطيني مجموعة من الأوزان بستخدمها في مع الانبوتس طبعا في العملية الموجودة هان اللي هي الفانكشن اللي احنا بنستخدمها. فأنا عندي أكثر من انبوت، عندي مجموعة من الانبوتس وعندي كمان الأوزان، هدول وهدول بيدخلوا في الفانكشن الموجودة هان وبالآخر بيعطيني اللي هي مجموعة من الأوتبوتس. من وين أجيب الأوزان؟ من وين أجيب الفانكشن؟ هذا اللي احنا هنجيبه عن طريق عملية التريننج، تمام؟ اللي هي التدريب. من وين كيف هنتدرب او كيف هنعمل ليرنينج او تريننج؟ عن طريق الانبوت داتا اللي بنكون جايبينها من الداتا سيت معينه، زي ما كنا نعمل قبل هيك في الديسيجن تريز او في الكلاسيفيكيشن او في الكلاسترنج، احنا هنا بنفس الطريقه ولكن هنا بنحاول ندخلها على مجموعه من بنسميهم نيورونز اللي هي عباره عن زي نقاط او نودز، يعني شبيهة بالنقاط العصبية أو بالخلايا العصبية. ليش شبيهة بالخلايا العصبية؟ لأنه هي بتاخد متغيرات أكثر من متغير، متغيرات كثيرة مش input واحد، مجموعة كبيرة من inputs، وبتحاول تعمل function محددة وتعطيني مجموعة من outputs. طبعا الأوزان هذه حنشوف كمان شوية كيف حنضل نغير فيها في عملية التريننج لحد ما نوصل لأقل نسبة error ممكنة، وبعدين بثبتها وبصير بعد هيك أي داتا جديدة بتجيني بتفوت على الشبكة العصبية هذه وبنعمل عليها، بتطبق عليها الفانكشن اللي وصلنا لها بناء على الأوزان هذه، وبتعطيني أو بتصنفها حسب output اللي بيطلع معايا، القيمة اللي بتطلع معايا بتتصنف معايا، لأنه في الآخر هذه الشبكة تستخدم لإيش؟ لتصنيف classification. إحنا عارفين إنه إحنا لحد الآن أو في الماشين ليرنينج بشكل عام اللي بدنا نعمله بشكل أساسي هو التصنيف، سواء clustering أو classification، يعني supervised أو unsupervised، في النهاية بدي أصنف، أوكي؟ حصنف ل يعني مجموعة من الاوتبوتس، بدي اود الانبوت اللي يجيني اصنفه ل كلاس معين او كلاستر معين او صنف معين. فالنيورال نتوركس هي واحدة من الطرق لتطبيق التصنيف، ولكن طبعا زي ما حكينا بتستخدم مجموعة من الانبوتس مع مجموعة من الاوزان. اوكي، طبعا synapses اللي هي عبارة عن الweights الأوزان الموجودة، هذه عبارة عن real numbers يعني أرقام حقيقية مش integers، بمعنى أنه ممكن تكون عبارة عن أرقام عشرية أو كسرية زي ما حكينا بتنحسب معنا من الinputs. الdendrites اللي هي عبارة عن الزوائد هذه، تمام؟ هذه الأسهم هي الزوائد، هذه عبارة عن الconnections between neurons، يعني إحنا هنلاقي أنه مش حيكون في عندي نيورون واحد، هي شبكة نتورك، إذا حيكون في عندي أكثر من نيورون كلهم بيقوموا بنفس العملية اللي هي عبارة عن inputs تدخل على هذه النيورونز، وفي أوزان مختلفة بتدخل لي على كل نيورون، وبالتالي هدول النيورونز بتعطيني أو بتصنف لي الأوتبوتس معينة. طبعا النيورونز هذه في بينها connections أكيد، لأن الخلايا بتتصل مع بعضها، وبرضه في الأوزان هذه زي ما حكينا بتختلف من نيورون للتاني، عشان هيك هذه سميناها شبكة. The neural network is represented by layers، يعني ممكن يكون في عندي أكثر من طبقة، بمعنى إحنا هنا شايفين كم طبقة؟ طبقة واحدة اللي هي عبارة عن نيورون واحد أو أكثر من نيورون في نفس الليفل، وداخل عندي inputs وطالع عندي outputs.
الشبكة العصبية أو neural networks اللي بنشتغل عليها في الواقع أو في الخوارزميات الخاصة بالـ AI ما بيكون شكلها هيك، بيكون شكلها في أكثر من layer، يعني أكثر من طبقة. هنشوف كمان شوية يعني مخطط بوضح الكلام هذا، بس في البداية معطيني هنا history، تاريخ عن اللي هو بداية neural networks ومين العلماء اللي كانوا يشتغلوا عليها. احنا مش هنحكي عنهم، يعني كله عبارة عن مجرد حسابات وأسماء للعلماء اللي اقترحوا أو اخترعوا هاي الطريقة، فمش هنحكي فيها. اللي هنحكي فيه الآن بشكل عام اللي هي بنسميها Feed Forward Neural Network. زي ما حكينا Neural Network هي عبارة عن شبكة عصبية. Feed Forward بمعنى أنه كأنه في عندي Feed، Feed يعني كل طبقة بتغذي الثانية. زي ما انتم شايفين هذه عبارة عن Neural Network فيها أكثر من طبقة، أكثر من لاير، هذا اللي بنحكي عنه. هي عندي لاير واللاير الثانية، اللاير الثالثة، واللاير الأخيرة اللي هي الأوتبوت. طبعا ممكن يكون عندي أكثر من هيك لايرز في النص، طبعا قد ما بدنا بنحط حسب الالجوريثم اللي أنا بدي أطبقها أو حسب الابليكيشن الموجود عندي، بنحدد كم طبقة إحنا بدنا. غير هيك أنا عندي هنا inputs، هذه اللاير بنسميها الانبوت اللي هي عبارة عن كل نود من هذه النودز أو النيورون من هذه النيورونز الموجودة بتمثل لي input واحد. يعني إحنا عندنا مجموعة من الداتا سيتس، جمعنا مثلا 1000 عينة، 1000 داتا سيت، داتا سيت مكونة من 1000 عينة، كل عينة من العينات بتفوت على إيش؟ على النيورون، هذا بيسمى input. إذا عدد هدول النودز حسب عدد الانبوت الموجود عندنا. طيب الاوتبوت اللي هنا حسب انا كم كلاس ناوي اصنف، يعني انا كم صنف عندي موجود او لكم صنف حاب اصنف، فبنحط هنا ايش اللي هي عبارة عن الاوتبوت لاير، اذا عدد النيورونز الموجودين هنا حسب عدد الكلاسز الموجودة. طيب اللي بالنص بنسميهم hidden layers، هدول وظيفتهم الاساسية الكمبيوتيشنز، عمليات حسابية عشان تحول لي الانبوتس في النهاية وتصنفها بشكل صحيح لأوتبوت معين. زي ما انتم شايفين كل انبوت موصول مع تقريبا جميع النيورونز الموجودين في النص، وكذلك النيورونز الموجودة هنا موصولين مع جميع النيورونز الموجودة في الطبقة اللي بعدها، وهكذا كل طبقة موصولة بشكل كامل مع الطبقة التالية حسب طبعا الفانكشن الموجودة هنا. طبعا كل سهم من هاي الأسهم زي ما حكينا عليه ويت او له ويت معين اوزان معينه، اذا عندي من ويت 1 لويت مثلا 24 حسب كم انا اللي هي النقاط الموجوده الموصوله مع بعض. نفس الطريقه هنا في عندي هنا ويت، هذه الويت او الاوزان بتم حسابها خلال التريننج فيز، او في عندي الليرنينج او التريننج بنسميها، في عندي مرحله هي مرحله التدريب. في هاي المرحلة بنضل نعدل في الويت لحد ما نوصل في الآخر لأقل نسبة إيرور، وبعدك بثبت هدول الويت. أوكي، هذا بشكل عام شرح للنيورال نتورك، بنسميها فيد فورورد زي ما حكينا لأنه كل طبقة بتغذي الطبقة اللي بعدها. ماشي الحال. طيب هنا شرح، طبعا الشرح اللي أنا حكيته هنا ملخص لي إياه كتابة. Only one input layer موجود عندي في كل network، فقط input layer واحدة. The number of nodes depends on the data، قديش عندي data بيكون قديش عندي input nodes أو input neurons في طبقة مين ال input layer. طيب كم output layer عندي؟ برضو طبقة واحدة فقط، output layer في كل network. طبعا بالنسبة لل output أخذنا قبل هيك إنه إحنا عندنا نوعين لل output، عندنا regression وعندنا classification. ايش الفرق بينهم؟ حكينا regression لما يكون الاوتبوت continuous، يعني real numbers او continuous، زي العمر، زي الاسعار، زي الاوزان الى اخره. متى بيكون classification؟ اذا كان عندي الاوتبوت discrete، يعني classes، يعني في عندي labels معينة او ارقام، يعني يا اما zeros ones او مثلا labels، يعني x y هاي ولو الموجود عندنا حسب انا بدي اصنف لايش بالضبط. فاذا انا تصنيفي ل continuous values بسميه regression، بينما classification اذا كانت discrete او labels. number of hidden layers اللي هي الطبقات اللي بالنص، اللي هي hidden layers، هي طبعا زي ما حكيت عددها متغير
من تطبيق للآخر حسب التطبيق الموجود عندي، أو حسب الداتا اللي عندي قديش فيها فيتشرز أو قديش فيها خصائص. كمان شغلة هنا بحكي لي كمان الـ units per hidden layer is also a variable، يعني إحنا حكينا عدد الطبقات هذه متغيرة، ممكن أنا عندي هنا طبقتين، ممكن يكونوا ثلاثة أربعة، طب في كل طبقة كم نود لازم يكون؟ برضو هذا الكلام متغير حسب الداتا الموجودة عندي، حسب الانبوت، حسب الخصائص الموجودة فيها، لأنه كل انبوت إحنا عارفين ما بيكونش فيه بس قيمة واحدة، لا ممكن يجيني هاي الانبوت الأول اللي هو مثلا الموظف الأول، إيش في عنده الموظف؟ في عنده تاريخ التوظيف، في عنده الراتب، عنده الرتبة الأكاديمية، عنده الدرجة، عنده معلومات كثيرة، فهذه بسميها features أو خصائص أو attributes، ومنها إحنا بنحدد كم نود محتاج في الطبقة اللي بالنص اللي هي الهيدن لاير. إذا هي متغيرة حسب الانبوتس. The neural network have two phases. بتمر أي neural network في مرحلتين أساسيتين. The training phase مرحلة التدريب ومرحلة الـ execution التنفيذ. بادئ لي هنا في مرحلة الـ execution هي مرحلة التنفيذ. في الـ execution phase هنا شو اللي بصير؟ هذه الـ execution phase بترجع لي the output of a given input، يعني باخذ input بيعطيني output معين، بيعمل لي تصنيف لـ output محدد. The output of every neuron is computed as follows. طبعا هنا معطيني مجموعة من الكالكوليشنز، معادلات في كل layer، يعني افترض هنا انه عندي كم layer هاي الانبوت هاي الاوتبوت، وكم layer عندي في النص، واحدة hidden layer، تمام؟ فافترض انه بناء على الشبكة الموجودة عندي هنا كيف بيتم حساب الاوتبوت بناء على انبوت معين. طبعا لها حسابات، لو ملاحظين في الويت اللي هو الوزن داخل في الموضوع، الانبوت داخل في الموضوع، وبعد هيك في عندي حسابات في النص كمان اللي هي الطبقة هذه برضو بتعمل حسابات، وفي النهاية بحصل على الاوتبوت بناء على ايش؟ القيم اللي طلعت معايا من كل الطبقات اللي قبل. فطبعا احنا مش هنخوض في المعادلات التفصيلية بشكل تفصيلي يعني، لكن بدنا نفهم انه من كل طبقة للتانية بنتقل إلها عن طريق عملية حسابية معينة، وبكون في عندي activation function، بسميها activation function اللي هي الدالة اللي أنا بستخدمها للانتقال من طبقة للتانية بناء على الانبوت اللي جاييني من الطبقة اللي قبليها، أوكي؟ في النهاية عشان أحصل على الoutput، هذه الexecution phase هي الحصول على الoutput بناء على input معين، طبعاً حسب calculations أو حسابات محددة. معطيني هنا بعض من الاكتيفيشن فانكشنز، يعني بعض الانواع الاكتيفيشن فانكشن تختلف من تطبيق للتاني حسب التطبيق اللي انا بدي استخدمه. ممكن تكون لينير دالة خطية، ممكن تكون بيس وايس اللي هي يعني في جزء منها في السالب جزء منها في الموجب، ممكن تكون تان اللي هو التان، احنا عارفين الساين والكوساين اللي هو الجا والجتا، التان اعتقد دالة الظا بالرياضيات يعني، فاللي هي كانت شكلها زي هيك، اوكي. الستيب فانكشن اللي هي عبارة عن يا اما 1 او 0، والسيجمويد اللي هي بتكون يا اما 0 او دالة موجبة. في طبعا طرق هذه بس سام تايمز بعض اللي هي الانواع، في عند تايبس كتيرة، لكن هنا بيوضح لي انه في عندي مجموعة من الاكتيفيشن فانكشنز اللي ممكن استخدمها للانتقال من طبقة للثانية عشان اطلع بالاوتبوت. المرحلة الثانية اللي هي التريننج فيز، مرحلة التدريب، مرحلة التدريب هذه او الليرنينج الهدف الاساسي منها حساب الويتس. احنا عندنا انبوتس جاهزة، جايبين الانبوتس من الداتا سيت، بضل علي عشان ادخل في الفانكشن واحسب من طبقة للتانية بضل عندي لازم احسب الويتس اللي هي الاوزان اللي حكيت لكم عنها الموجودين على الاسهم. كيف بدي احسب الويتس؟ برضو عن طريق حسابات او دوال معينة. هاد الدوال طبعا داخل فيها اللي هو الانبوتس نفسهم اساسا الانبوتس، ويت ابتدائي. اذا احنا بالاول هنا معطيني بسيدو كود حمر عليه سريعا. اول حاجة بقولنا initialize the weights randomly، في بداية التطبيق او في بداية البرنامج الويتس الموجودين هنا كم حتكون قيمتهم؟ انا الهدف ان احسبهم،
طب في هنا ويت كمان، ففي البداية بقولنا دخل لنا أي ويت بشكل راندم بشكل عشوائي. طبعا يا جماعة هذه في عليها دراسات كتير، في دراسات بتقول لا ما ندخلش بشكل عشوائي، احنا في البداية نخلي الويت مثلا زيرو اللي هو الوزن، أو نخليه رقم كتير صغير اللي هو مثلا 0.0001 مثلا، بعدين شوية شوية في مرحلة التريننج بصير يتعدل الويت هذا حسب الايرور اللي بيطلع معايا. فإذا في البداية الأساس كان إنه إحنا نعطي الويت راندوم فاليو، نعطي قيمة عشوائية سواء كانت قيمة صغيرة أو قيمة عشوائية، المهم إنه إحنا في البداية في عنا قيمة ابتدائية للأوزان. بعدك بنفوت في لوب، اللوب هذه بتصير تاخد التريننج داتا مع الويت اللي هي الراندوم موجودة هنا، وبتصير تعمل عملية حسابية عليها اللي هي العملية اللي هنا الموجودة، وفي كل مرة بتخلص في آخر كل لوب في آخر كل لفة يعني بتروح تحسب اللي هي الحاجة اسمها دلتا، يعني الايرور دلتا يعني الفرق بين الداتا الأساسية والاوتبوت اللي طلع معايا، لأن احنا كل مرة بنحسب اوتبوت. طيب هل الاوتبوت طلع مظبوط؟ ما انا عندي داتا ست هذه بجيبها ومدخلها انا كتريننج داتا، يعني انا عارف نتيجتها، فبصير بناء على الداله اللي هنا اقارن بين الاوتبوت الحقيقي والاوتبوت اللي طلع معايا باستخدام الويت الابتدائي، بصير احسب الايرور في كل مره. تمام، وبنعمل لوب في كل مره، بصير اشوف طول ما الايرور قاعد بينزل عندي فانا بستمر في اللوب، متى بوقف؟ لحد ما اوصل until error is less than a threshold. تمام، لعند ما الايرور يصير اقل من رقم معين، طبعا هذا الرقم لازم يكون انا محدده في الاول، لانه مستحيل الايرور يوصل لزيرو، مستحيل، لازم يكون في عندي نسبه ايرور، لكن انا هنا بكون حريص انها تكون قليله لحد ما اوصل لهذه النسبه تكون مقبوله في هذا الابلكيشن. هيك بقول انه خلاص بنوقف اللوب وبعتمد اخر ويت وصلنا لها، طبعا في كل مره بنعدل الويت زي ما قلنا، اخر ويت وصلنا لها هي اللي بعتمدها وهي اللي بثبتها، وطبعا بصير ادخلها بعد هيك لاي تيستينج داتا ولاي نيو داتا كمان تدخل معايا على هذه الشبكه. هذا الكلام بنعمل في التريننج فيز زي ما حكينا، الهدف الاساسي حساب الويتس بشرط ان يكون في عندي الايرور مينيمم، تمام، اقل نسبه ايرور. هنا معطيني بعض برضو المعادلات الخاصه بالتريننج فيس اللي هي الدلتا كيف بنحسب والايرور كيف بنحسب، فطبعا الكلام ده كله مش مطلوب منا كحسابات معينه. other neural networks طبعا احنا اللي حكينا عنها لحد الان اللي هي سميناها فيد فورورد نيورال نتورك، اللي هي النيورال نتورك الاساسيه اللي اصلا بنت عليها كل الانواع الثانيه، هذه انواع ثانيه تمام مشهوره جدا، وطبعا في انواع ثانيه كتير برضو بتم تطويرها كل يوم. هذه الانواع كلها يا جماعه مبنيه اصلا على النوع الاساسي اللي احنا شرحناه في البدايه. اوكي، هذا بالنسبه للنيورال نتوركس. تطبيق اساسي على نيورال نتوركس او يعني خلينا نقول اشهر تطبيق عليه اللي هو التكست ريكوجنيشن. ايش يعني التكست ريكوجنيشن؟ اللي هو التعرف على النص. اوكي، يعني انا بدخل نص معين لماشين، المطلوب من الماشين هي تتعرف على النص هذا، لو انا مدخل لها نص مثلا خط كتابي او خط مش واضح وانا مش عارف اقراه، ممكن الماشين تقرا لي او تحاول يعني تجيب لي اقرب اللي هو نص صحيح له، او مثلا لو عندي نص يعني هاند رايتنج اللي هو مكتوب بخط اليد وانا برضو مش عارف اقرا ممكن برضو الماشين تساعدني. هذه كلها طبعا عباره عن خوارزميات تم تطويرها باستخدام النيورال نتوركس، يعني اقرب حاجه واكثر حاجه تم استخدامها هي نيورال نتوركس في التعرف على التكست، طبعا باستخدام الايمج بروسيسنج لانه في النهايه انا بدخل له صوره ل written words لكلمات مكتوبة، سواء مكتوبة typing يعني مطبوعة طباعة أو handwriting اللي هو خط الإيد. تمام، إذا المطلوب منا إنه بدنا نعمل classification للتكست هذا عشان نقدر نتعرف عليه. classification لإيش؟
بنلاقي انه هو بصير يحاول يتعرف على الاحرف عشان يعرف يعطيني ايش النص المكتوب. فاما بيكون اللي هو الاونلاين كاركتر ريكوجنيشن، يعني عندي بعض اللي هي تطبيقات بتكون اونلاين او حتى اوفلاين، المهم تكون يعني باستخدام الشبكات، او باي سكريبت انه يكون حاجه مكتوبه نصيه، وهذه تكون يا اما هاند ريتن زي ما حكينا خط يد، او بتكون برينتد مطبوعه. اوكي تمام. فاذا في الحالتين لو انا بدي اتعرف على التكست بستخدم اللي هي نيورال نتوركس، او بشكل عام بستخدم الايمج بروسيسنج. التكست ريكوجنيشن في له 5 مراحل بمر فيها عشان يتعرف على النص المكتوب. المرحلة الأولى بنسميها بري بروسيسنج، اللي هي قبل المعالجة القبلية، ممكن نسميها سيجمنتيشن، تقسيم، فيتشر اكستراكشن اللي هي استخراج الخصائص او الاتريبيوتس، ريكوجنيشن بندخل مرحلة التعرف، واخر اشي كمان مرة اللي هي سيجمنتيشن. سيجمنتيشن برضو في عندي تقسيم. مرحلة البري بروسيسنج اللي هي طبعا زي ما تشايفين اهم حاجة فيها نويز ريدكشن، ان احنا نحاول نرفع النويز او اي تشويش موجود في النص، نص معين مش واضح، في تشويش معين، احنا اهم حاجة نعمل ريدكشن او تقليل لهذا النويز. كيف؟ بحكي لنا طبعا هذه امثلة على اللي هي طريقة ازالة نويز او تشويش معين. مثلا نشيل نويز موجود عندي في الانبوت ايمج، يعني جاياني انبوت ايمج، ايمج صورة لنص معين عليها خرابيش، عليها مثلا حاجة مش واضحة، فبنحاول احنا نعمل تصفية لهذه الايمج. او في عندي حاجة تانية اسمها جاوسيان نويز. الجاوسيان نويز يا جماعة من اشهر انواع التشويش الموجود، جاوسيان. في عندي طبعا جاوسيان فلتر، اللي هو فلتر موجود خاص لتصفية اللي هي الايمج او الخط المكتوب من الجاوسيان نويز، ومش حاط مثال عليها لكن موجود. يعني ريموفينج سولت اند بيبر، اللي هو زي ما تشايفين مثلا بسمي النقاط هذه، كتير بيجي عندنا صور سواء مطبوعة او مكتوبة او حتى لو كانت اونلاين يعني على الجهاز، بيكون طبعا فيها شوية نقاط هيك حواليها فبتشوش على النص. هذه النقاط بنسميها salt and pepper، ملح وفلفل. ففي فعليا في إلها طريقة لتصفيتها. في النهاية بدنا نحاول نشيلها ونحصل على اللي هو صورة بهذا الشكل، هذا بنسميه noise reduction. في عندي كمان في البري بروسيسنج convert to binary، يعني أنا بدي أحول الإيمج هذه، مثلا جياني إيمج الخط ملون، أنا ما بيهمني اللون، أنا بالنهاية بدي أوصل لإيش الأحرف المكتوبة، فلازم نحول الإيمج هذه لجراي سكيل. شو يعني جراي سكيل؟ اللي هو اللي هي بدنا تكون الأحرف مكتوبة أو الصورة تكون بالألوان اللي هي درجات الرمادي، يعني أسود وأبيض. أوكي، أنا ما بيهمني اللون في النهاية. طبعا في طريقة لتحويل الإيمج لجراي سكيل، لانه انا بدي اقلل كتير من الفيتشرز اللي هي خصائص التانية. الكلر في له خصائص، فانا ما بدي الخصائص هذه تشوش علي في عملية التعرف على الاحرف. طبعا برضو عندي تحويل لباينري ايمج لزيروز وونز، انا في النهاية بدي هذه الايمج اوصل فيها لباينري. باينري يعني بديها تكون زيروز وونز، لانه في النهاية هذه ماشين، والماشين تتعامل مع الماشين لانجوج اللي هي الباينري لانجوج او الباينري سيستم. كمان شغلة في البري بروسيسنج اللي هي عمل المعالجة القبلية، بيحاول يعمل ثينينج ذا ايمج، يعني بيحاول يحول الاحرف من بولد، لو كانت بولد يعني معمول لها بولد بالوورد او حتى بالخط الكتابة خط اليد، برضو بدنا نحاول نعملها عشان نقدر نتعرف على الحرف نفسه. لازم هذه التأثيرات كلها تروح، سواء كان تحتها خط معين او مثلا في شادو اللي هو في الوورد، في عندنا شادو، في عندنا كمان البولد، هذا الكلام كله بدنا نشيله اساسا نحولها ل اللي هي احرف عادية ما فيهاش اي فيتشر بتأثر على شكل الحرف الاساسي. اوكي، في الجوريثم خاصة طبعا بالثينينج، نسميها ثينينج، ثين يعني بتخليه خط رفيع. بعد ما حولنا الخط شلنا النويز وشلنا كل المؤثرات اللي حواليه، الآن نبدأ في عملية السيجمنتيشن اللي هي سيجمنتيشن تقسيم.
طبعا التقسيم يا جماعة في له مجموعة من برضو الخطوات. أول حاجة line segmentation اللي هو break pages into lines، يعني أنا جاييني مثلا مجموعة من الصفحات وبدي أحاول أعملها text recognition، تعرف على النص. أول خطوة بنعملها تقسيم الصفحات هذه إلى lines، إلى خطوط. بعد هيك تقسيم الخطوط إلى words، إلى كلمات. كل سطر بصير قسمه إلى كلمات، كل كلمة لحالها طبعا بالspaces بكون قسمتهم. هذا الكلام بسميه word segmentation. بعدك في عندي character segmentation، بأخذ الكلمات وكل كلمة بصير أقسمها إلى characters أو sub characters حسب الموجود عندنا. يعني هذه الخطوة بسميها character segmentation، لأنه في النهاية بتعرف على كل character لوحده. بعد ما قسمنا الكلمات إلى characters نيجي الآن للمرحلة اللي بعديها اللي هي الفيتشر اكستراكشن. شو يعني فيتشر؟ فيتشر يعني بدي أحاول أتعرف على الأتريبيوت أو الخصائص الموجودة في كل كلمة أو كل حرف حتى. كيف يعني؟ الفيتشرز بيحكي لنا هنا can be divided into two categories، لمرحلتين أو فئتين أساسيات، local features والglobal features. يعني كل حرف بيكون في عندي مجموعة من الخصائص الخاصة بالحرف نفسه المحلية، وفي عندي global features اللي هي الخصائص العامة. تمام؟ إيش يعني local features؟ يعني كم خط في الحرف هذا، كم خط موجود فيه، طيب كم انحناء موجود فيه، تمام، كم حد يعني الحدود الموجودة فيه، كم الحدود كيف شكلها، كم فرع موجود فيه. هذه الأمور كلها بتساعدني في التعرف على شكل الحرف. الglobal features اللي هي الأبعاد تبعت الحرف، مثلا number of holes يعني كم فراغ أو كم حفرة موجودة في الحرف، زي حرف الأو مثلا. حرف الأو أنا عارف أنه عبارة عن انحناء كاملة أو سيركل كاملة، كم حفرة موجودة فيه مثلا، أو هول بنسميها فيها حفرة واحدة، فبعرف أنه هذا غالبا حيكون حرف أو. حرف البي مثلا في حفرتين أو two holes، فبقول غالبا حيكون حرف بي، وهكذا. طيب طبعا الفيتشرز هذه ممكن احنا نتعرف عليها او نستخلصها باستخدام الماشين ليرنينج، او بيكون في عندي مثلا جدول او تصنيف معين زي قاعده بيانات. يعني مباشره انا بصنف الحرف حسب الفيتشرز الموجوده عندي او حسب مجموعات الموجوده عندي، لكن غالبا بنستخدم الماشين ليرنينج. تمام؟ معطيني هنا مثال، طبعا شايفين اللي هو بحكي لنا بتعرف هنا على كل حرف قديش في horizontal lines و vertical lines و diagonal. ايش يعني horizontal؟ يعني افقية، vertical عمودية، و diagonal يعني اللي هي جاية عندي بالورب يعني، وكم كيرف في، كم انحناء في، والglobal features اللي هي زي ما حكينا كم hole موجودة فيه او كم حفرة موجودة في كل حرف. على سبيل المثال حرف الإي ممكن يصنفه أو يتعرف عليه لأنه لقى فيه ثلاثة horizontal lines مع واحد vertical line، فهو هيك غالبا حيكون هذا عبارة عن حرف الإي، ما فيهوش ولا حفرة يعني ما فيهوش ولا انحناء كمان، فهو غالبا حيكون فيه أو حيكون هو حرف الإي. تمام؟ هيك إحنا بنصنفه. هذه الخصائص الموجودة أو اللي هي تتبع لحرف الإي. حرف الإي في عندي one horizontal line، horizontal line بالنص، و two diagonal يعني اثنين جايين ايش هو الخط المائل هذا، جايين هيك وهيك، فمعطيني الخصائص تبعته، هيك حيكون غالبا حرف ال A. حرف ال O في one hole موجودة، ممكن احكي انه في عندي انحناء موجودة، في انحناءات، فبالتالي هذا غالبا حيكون حرف ال O. المرحلة اللي بعد هيك هي مرحلة الريكوجنيشن، يعني بعد ما احنا جبنا الخصائص، انا هيك جبت الخصائص، تمام؟ لسه ما صنفت، لسه ما حكيت بالضبط ايش هو الحرف، احنا هنا بس قاعد بعطيني كل حرف ايش خصائصه. جبنا الخصائص بضل علي عملية ايش؟ التعرف الفعلي على الحروف، فاللي هي عملية ايش؟ الريكوجنيشن، التعرف. طبعا هذه حتكون باستخدام النيورال نتورك، باستخدام زي ما حكينا كالكوليشنز معينة. الكالكوليشنز اللي حيكونوا هنا عبارة عن ايش؟ عبارة عن الفيتشرز. يعني اول حاجة الفيتشرز الاكستراكتد ان ذا لاست ستيب ار يوزد از انبوتس، يعني كل
خاصية أنا استخلصتها من حرف معين، كل خاصية جبتها منه هذه بدخلها كإنبوت. يعني الهوريزنتال لاين تمام بدخله كإنبوت أول، في عندي هول واحدة مثلا دخلتها كإنبوت تاني، في عندي دياجونال لاين أنا بحكي عن حرف واحد طبعا بحطها كإنبوت تالت. إذا الخصائص اللي جبناها للحرف بدخلهم كإنبوتس تمام. طيب the number of inputs nodes equals the number of features، يعني قديش في عندي خصائص قديش حيكون في عندي input nodes في الـ input layer الموجودة هنا. طيب الـ output layer إيش حيكون فيها؟ the number of characters or sub characters، يعني مثلا في اللغة الإنجليزية كم output حيكون عندي هان؟ أي حرف حندخل خصائصه هنا حيحاول يتعرف عليه عبر الشبكة هذه، وحيعطيني في الآخر واحد من الـ outputs هدول. كم output حيكون عندي في اللغة الإنجليزية مثلا؟ عندي في اللغة الإنجليزية 26 حرف، إذا حيكون عندي 26 output تمام؟ اللي هم الأحرف من A to Z. فحيدخل لي هنا، حيدخل لي هنا خصائص الحرف، حيحاول يتعرف عليهم حسب ويت معينة أنا بكون أصلا معلمة إياها في مرحلة الليرنينج والتريننج، وفي النهاية بروح بعطيني اللي هو output واحد بكون هو صاحب أعلى سكور، كأنه في عندي سكورز هنا بحصل عليها، صاحب أعلى سكور هو حيكون التصنيف اللي احنا حنختاره أو الأوتبوت اللي هو حيديني إياه، حيكون حرف واحد طبعا من الأحرف الإنجليزية. لو أعطاني حرفين معناته دول الحرفين قريبين يمكن بالشكل على بعض، فهيك بكون أنا في نسبة خطأ في التصنيف، بحاول إني أرجع أعمل تعديل للويتس الموجودة عشان تحاول تعطيني اللي هو الأوتبوت معين. هذا كان مثال يعني من الأول للآخر كيف إحنا بنعمل نيورال نتورك على التكست ريكوجنيشن. طبعا عملية الكلاسيفيكيشن أو التصنيف the following stage decides، يعني إحنا بعد ما عملنا ريكوجنيشن حاولنا نعمل ريكوجنيشن كلاسيفيكيشن التصنيف اللي هو الحصول على output معين زي ما حكينا، اللي هي عبارة عن عملية التصنيف الفعلي. فالـ classification the following stage decides the resulting text from the characters، يعني إحنا هيك عرفنا حرف حرف، تعرفنا على الأحرف، وبعد ما قسمناهم تتذكروا قسمنا كل كلمة إلى أحرف، بعد هيك حنصير نحاول الأحرف هذه منها نتعرف على resulting text اللي هو النص بشكل عام. طبعا الأحرف هنا زي ما شفتوا مثلا حرف الام عبارة عن انحناء في الأول على شكل مثلا من اليسار لليمين، بعدين في عندي في النص خط مثلا عمودي، يعني هذه برضو معطيني مثال على الخصائص الموجودة، طريقة من طرق اللي هو اللي هي التعرف على حرف معين، هذه الخصائص الموجودة لحرف الام. وطبعا بعملية كومبينيشن، ايش يعني كومبينيشن؟ اللي هي دمج لهذه الخصائص مع بعض بعطيني في الآخر حرف الام، هاي طريقة برضو ل التعرف على كاركتر محدد. تمام يا جماعة، هيك احنا حكينا على المراحل الخاصة بالتكست ريكوجنيشن، حكينا عن نيورال نتوركس بشكل عام، وهيك بنكون انهينا التشابتر هذا. طبعا احنا لحد الان في مساق الاي اي بشكل عام زي ما شفتوا اخذنا المفاهيم الاساسية في الذكاء الصناعي. بالنسبة لمثلا الكلاسيفيكيشن الكلاسترينج، يعني هنحاول إن شاء الله في محاضرة أو محاضرتين جايين، طبعا محاضرات عملية، إحنا المحاضرة النظرية هي هذه آخر محاضرة نظرية إن شاء الله في المنهاج، اللي حنعطي بس لو محاضرة عملية واحدة هيك نستعرض فيها إيش أشهر الخوارزميات الموجودة في الكلاسيفيكيشن في الكلاسترينج في الديسيجن تريز في النيورال نتوركس بشكل عام، بس هيك نحكي عنهم بشكل عام إن شاء الله طبعا كخوارزميات بإذن الله تعالى. هيك بكون أنهينا المنهج، وإن شاء الله يكون الأمور عنا واضحة، ويعطيكم العافية.